انا دلوقتي قعدت مع حد عنده كورونا عنده ايرس اي جي 5، وبعد شويه قعدت مع واحد تاني عنده كورونا عنده جي اف اكس، هل ينفع يجي لي متحورين او ان انا اخد العدوى من الاثنين واطلع متحور جديد بقى من عندي؟ طيب خلينا نتكلم على موضوع التحور نفسه. ليه الفيروس بيتحور؟ هو احنا بنتكلم على الفيروس وكانه كائن حي، الواقع هو مش كده. الفيروس هو عباره عن شريط وراثي وعليه يعني غلاف دهني. الشريط الوراثي ده بيخلي الفيروس، او نقدر نقول عن الفيروس ان هو لا ياكل، لا يشرب، لا يتحرك، كمان لا يتكاثر. طب ايه اللي بيحصل لما بيخش هذا الشريط الوراثي او الفيروس نفسه بقى جوه جسم الانسان؟ الخليه بتاعت جسم الانسان بيجي لها تعليمات، التعليمات دي ناتجه انه الفيروس بيخش جوه تركيب الخليه، فبالتالي بتبدا تتكاثر ويحصل انقسامات للفيروس. ممكن لو الانقسامات دي حصل فيها اخطاء يطلع فيروس جديد او متحور جديد. علشان كده العوامل اللي بتسبب التحورات عوامل مختلفه، ممكن تبقى عوامل خاصه بالخليه نفسها او بالشخص المصاب، هو عنده امراض ايه وبياخد ادويه ايه وموجود في اي مكان، او كمان الانفايرمنت اللي هو البيئه اللي حوالين هذا الشخص. عشان كده ساعات بنشوف المتحورات بتظهر في دول معينه او في قارات معينه وبعدين تبدا تنتشر. موضوع التحور ده الحقيقه ده طبع الفيروس او من خصائص الفيروس، وبالتالي هو ده اللي بيخلي في ساعات قلق من ان هو ينتشر، لانه العالم اصبح دلوقتي مترابط ومتواصل مع بعضه، فممكن اي حاجه بتحصل في اي مكان نبص نلاقيها حصلت في مكان تاني. اللي حضرتك سالت عليه، هل انا ممكن يجي لي اصابتين بنوعين من الفيروس؟ وارد، لكن في حاجه كده ساعات ايه بنتكلم عليها، انه الجسم نفسه بيقدر ان هو يعمل نوع من الحمايه لانه يصاب اكتر من فيروس. وعلشان كده ممكن ساعات كمان الاجسام المضاده اللي بتتكون نتيجه نوع من المتحورات بتكون الى حد ما بنسبه تقدر تمنع الاصابه بالفيروس التاني. لكن طبعا وارد برضو انه يحصل الاصابات بشكل مختلف، ووارد انه يحصل كمان ان التحورات تحصل في جسم شخص واحد باكتر من عدد كبير، ونبص نلاقي يحصل نوع من الانتقاء. الانتقاء اللي هو ايه؟ اللي هو ان احنا نلاقي متحور معين اصبح الظروف اللي موجوده تسمح له بان هو ينتشر بشكل اكبر، وهو ده اللي بيخلي فيه نوع من زياده الاعداد.